تنامي ظاهرة الإضرابات والاحتجاجات في عديد من دول الجمهورية اليوم ختمت بالكيف. الاحتجاجات هذه كل في جلها في أغلبها يقولوا أني ذات طابع اجتماعي. شنو هي سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم للتصدي للإضرابات هذه، وشنو هي الرسالة اللي نجم توصلها للمواطن التونسي؟ الإضراب الجهوي بتاع الكيف ماهوش إضراب اجتماعي، هو إضراب سياسي. الاتحاد الجهوي كيف قرر إضراب ولم ما يحصل على موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام تونسي الشغل، وهذا معطى ثابت. طالب أشياء عامة تهم التنمية والميزانية التكميلية، يعني النواب اللي صادقوا على ميزانية اليوم نحبوا نغيروا الميزانية هذيك، هذا شيء مش مقبول. ثاني حاجة، ثم أشياء يطالبوا بها اللي هي في طور الإنجاز، مثلا مسألة المنجم بتاع سراورتان، المنجم بتاع الشركة تم خلقها وثم عليها مدير وقاعد يعمل في الدراسات من أجل خلق الشركة هذه، إعادة إنتاج الفوسفات يتصوروها لازم يكون في شهر منجم راهو هذا، مش معناها حانوت كفتاجي باش يحلوه، لازم يكونوا واعيين الشيء هذا. زيادة على أنه منذ الصيف اللي في الفارطة الاتحاد الجهوي بتاع الكاف عمل وقتها خذا قرار بتاع إضراب جهوي، وجاء وعملنا جلسة تفاوضية معاه في الصيف وتم إلغاء الإضراب، وعملنا جلسات متتالية حوالي على الأقل 3-4 جلسات، يجي ويجي معاه الوالي وقاعدين نشوفوا في وزارة الشؤون الاجتماعية الإشكاليات يطرحونا جميع الإشكاليات ونشوفوا الحلول، كل مشكل بالمشكل نقاولوا الحلول متاعه. هذا اليوم في البلاغ متاعه يقول يحكي على التنمية والتوزيع والكوتا متاع الانتدابات في الكيف، هذه سياسة عامة ماهيش مطالب اجتماعية وماهيش من مشروعات النقابة في الشأن هذا. كان هذه مش مرات النقابة، مش هذه العمل النقابي صحيح، على علم أنه معناها 75% من برقيات الإضراب اللي تصدر عن النقابات يقع إلغاها بعد الوصول إلى اتفاقات بين الـ 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 معناها الأطراف المتنازعة، سواء كان الطرف معناها الحكومي أو قطاع خاص مع النقابات ومع الأجراء، وهذا معناها قاعدين نوصلوا له معناها بفضل الـ 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 المصالحة والإدارة تفقدة الشغل اللي قاعد تقوم بالمصالحة بين الأطراف اللي عندها نزاعات شغلية. وأحسن دليل على العلاقات العادية نجم نقول ومهم جيدة نجم نقول بين الأطراف الاجتماعية هو أنه يوم الاثنين الفارط تم الاتفاق على إمضاء عقد اجتماعي عام، والعقد الاجتماعي هذا هي خريطة طريق اجتماعية تلزم الأطراف الاجتماعية الثلاث إلزام معنوي، وعندنا مسار معناها اللي باش يزيد يحاول انه الاحتقان الاجتماعي الموجود نظرا للثوره ونظرا للتراجع الاقتصادي الموجود في تونس انه نجنبوه، هي مثلا صندوق التامين على البطاله اللي يفقد موطن الشغل نتاعه ما يلقاش روحه بدون معناها اجر، يلقى روحه في فتره معينه يكون عنده معناها منحه ثم اليه نتاع اعاده رسكلته واعاده ادماجه في الشغل، هذه معناها مش نحاولوا انه معناها ننجزوه في ظرف سنه. كذلك على المستوى العام مش ناسس لمجلس وطني للحوار الاجتماعي اللي هي معناها توجه استراتيجي في تونس معناها يقطع مع المنظومه السابقه ويكون في معيار العمل الدوليه مع البي تي مكتب العمل الدولي اللي معناها هو اللي ساعدنا على صياغه العقد الاجتماعي، انه المجلس هذا يكون مجلس قار حوار قار ومستمر حول جميع الإشكاليات الاجتماعية. سهليل اليوم أنت وزير مثل التكتل في حكومة ترويكا، الملاحظ في الأيامات الأخرى ولا خلينا نقوله في الفترة الأخرانية اللي حتى الانتقادات اللي مواجهة الحكومة وليت ما عادش تستهدف حكومة ترويكا بل حكومة النهضة. بالنسبة للكلام هذا اللي يقول اللي اليوم هي النهضة هي الفاعل الأساسي في الحكومة هذه وهي اللي قاعدة تطبق في سياستها، وفما تغيير شبه كلي وشامل للتكتل المؤتمر، شنو نجم يكون تعليق؟ لا هذا مش صحيح. هو الحاجة بطبيعة الحال ثم الظاهر اللي أنه معناها الحكومة فيها عدد الوزراء متاع النهضة أكثر معناها ورئيس الحكومة من النهضة، فهذاك لكن معناها مش هذاك الأساسي. كذلك فما سياسة عامة متفق عليها في مخص الميزانية في مخص العملية التنموية، وثم معناها الملفات كل وزير قاعد يقدم في ملفات
حسب وجهه النظر نتاعو كوزير بطبيعه الحال حسب وجهه النظر نتاعو باعتباره معناها منتمي لحزب معين بطبيعه الحال ثم بعد تقع معناها تجانس داخل الحكومه وتمشي الامور بالشكل هذايا. اليوم هنا نشوفوا ثم مشروع بتاع تغيير الحكومه والمفاوضات على اوجها من اجل معناها تغيير الحكومه وتوسيع مشاركه الاحزاب في الحكومه، وهذا التوسيع باش يكونش معناها معناها ثم اطراف باش تتنازل بطبيعه الحال، الطرف اللي باش يتنازل هو اللي عنده برشا. فاليوم المطروح انه معناها حركه النهضه هي اللي باش تقوم بالتنازلات من اجل توسيع القاعده، توسيع القاعده، وهذا باش نشهدوه وباش تشوفوا معناها عن كثب اللي التوسيع هذا باش يعطي معناها كيما يقولوا ريكيليبراج معناها داخل الحكومه، وكما نقولوا احنا معناها يعمل انشوك بوزيتيف. هذا التمشي المسار نتاع تونس. شوف انت توا عندك الحكومه فيها حوالي 60% من المجلس التاسيسي بسند الحكومه، معناها لو كانت الاطراف الاخرى شاركت في الحكومه كما دعينا احنا للحكومه مصلحه وطنيه لو وصلنا معناها فتنا لل 70% لا استقر الوضع اكثر والتجاذبات تنقص والمجلس الوطني التاسيسي يشتغل باكثر اريحيه، وهذا هو الهدف منه. تصوروا كان معناها التكتل ما شاركش او زاد كذلك المؤتمر ما شارك، باش تلقاو حكومه اضيق وصعوبات اكثر للحكومه. ثم اشياء موضوعيه، شنو الاشياء الموضوعيه اللي مهما كانت الحكومه متجمه، ثم تراجع اقتصادي، هذا واقع، تراجع اقتصادي، اهتزاز امني، هذا مزوز ظواهر ماهوش معناها مهما كانت الحكومه. الاهتزازات الامنيه بدات من 2011، بدات من 2011، والظواهر معناها الدينيه المتطرفه بدات من 2011، واول حادثه هي الافريكا، تنذكروا الافريكا، والافريكا الى يومنا هذا ما نعرفوش شنو اللي صار. الحكومه السابقه ما قدرتش انها لا توقف ولا تحاكم ولا معناها تتبع الجنات، وسينما الافريكا تو هوكا في وضعيه حرجه ماليه وما رجعش النشاط نتاعو معناها الافريكا. دونك هذا الظاهر ضروري انه الحكومه تكون حازمه، الناس تطالب منها باش تكون حازمه اكثر. نحب نذكر حاجه انه الحكومه هذه مع الحكومه هذه ثم 14 سلفي معناها قتلوا من مسؤوليه الحكومه، معناها الحكومه كانت رادعه بدرجه انها وصلت الى حد القتل. لكن ما عندناش احنا صحفيين في السجن، حتى معناها كان مش نجبدوا المساله بتاع سامي الفهري ماهيش قضيه بتاع حريه صحافه، هي قضيه بتاع تسيير مالي، مساله اخرى. هو ماهوش صحفي، هو مدير مؤسسه ماليه ومؤسسه، والمؤسسه هذه معناها صحيح انها مؤسسه اعلاميه، لكن هو كمدير مؤسسه وليس كصحفي، هذا نكون معناها واعين به ونفهموا شنو النقطه هذه. بالنسبه للقضايا الاخرى انا نحب ناكد اول حاجه، سالتني على الحريات وكذا، ناكد اللي احنا قلناها، وانه الائتلاف الحكومي ما يعنيش التحالف في الدستور. كل حزب قاعد يدافع على وجهه النظر نتاعو في الدستور. بطبيعه الحال احنا نسعى للوفاق، لكن الوفاق مش بركه مع الاطراف الحاكمه، مع الاطراف الاخرى اللي موجوده في المجلس الوطني التاسيسي، مع النواب. معناها وفاق ما بين النواب نسعى له. وهذا اساسي، احنا ندافع على الحريات مهما ما 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 معناها الى اخر رمق، وانه جعل المنظومه نتاع حقوق الانسان العالميه في الدستور هذه من اوكد اهتماماتنا، ويلزمها تكون معناها واضحه وجليه. وانا اللي ريته في التوطئة اللي تم عرضها في التوطئة كان شيء معناها اجمالا ايجابي، اجمالا ايجابي، ماهوش يمكن يقع تحسينه لكن اجمالا ايجابي، فيه وضوح وفيه معناها، واكدها معناها حتى سي عياض بن عاشور في الحديث نتاعو، قال جانب الحريات موجود ومعناها مضمون، هو عنده انتقادات فيما يخص معناها تسيير الدولة وتوزيع الصلاحيات بين السلطات، وهذا معناها محل نقاش ونجم معناها نقاولوا معناها حلول ماشي معناها مساله مستعصيه. بالنسبه للقضايا الموجوده انا نحب ناكد اللي راهو التكتل كانت مواقف واضحه، وناكد اللي وقت اللي معناها تم حرمان منع ألفة رياحي من السفر احنا اول حزب خذينا موقف في القضيه هذه. حبيت معكم على جانب التكتل، صحيح كان اول حزب هو اللي اصدر بيان فيما يتعلق بقضيه ألفة رياحي، لكن ناخذها هنا كمثال ماهوش معناتها كحاله خاصه. لكن اليوم التكتل هو مكونه من مكونات الحكومه،
يعني ثقافة البيانات أليست ثقافة معارضة بقدر ما معتمديش ثقافة التعبيد يعني تحكم في تونس اليوم؟ يعني إصدار البيانات وثقافة علاش واحد ياخذ موقف يعني يوضح يوضحه ويدافع عليه داخل الحكومة؟ هذا ياخذ موقف ويدافع عليه عضو. واخذينا مواقف في عديد الأشياء داخل الحكومة كانت متناقضة مع حركة النهضة، وثم اقتنعت حركة النهضة بموقفها. معناها هذايا معناها وعبرنا عليها. ومهم وقت حكاية البغدادي قلنا احنا صوتنا ضد، صوتنا ضد فيها بكل وضوح، معناها خلافا للحزب رئيس الجمهورية. معناها هذا كان واضح. يعني الموقف تاع الحزب لا يعني تكسير الائتلاف. اليوم البلاد حشتها بحكومة معناها عندها شرعية المجلس الوطني التأسيسي باش توصل الانتخابات الجاية. احنا طرحنا انه جميع الاحزاب تدخل باش تطمئن على الوضع وتمكن المواطن انه يحس انه التوانسه كل متوحدين. هذه ما نجحناش فيه، هذا كتوانسه نحكيه مش حتى كحزب سياسي، كتوانسه ما نجحناش فيه. وهذه معناها كانت معناها من الاخطاء الصعيب تدركها معناها.